سيال تنجح في تأمين الإمدادات المائية بشكل مستدام وتقدم حوصلة الخدمة العمومية خلال شهر رمضان. الشركة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية والخطوات العملية على مختلف وحداتها التشغيلية، بدءا من تعبئة الموارد المائية وصيانة شبكات التوزيع ووصولا إلى تكثيف عمليات مراقبة جودة المياه. هذا التقرير يأتي ليسلط الضوء على أبرز الجهود التي بذلتها الشركة خلال الشهر الفضيل، والتي مكنتها من المحافظة على مستويات عالية من الخدمة واستمرار تدفق المياه إلى منازل سكان ولايتي الجزائر وتيبازا. سيال تمكنت من إنتاج ما يقارب 31 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لتلبية حاجيات السكان بمعدل 865 ألف متر مكعب يومياً بالنسبة لولاية الجزائر، و 176 ألف متر مكعب يومياً لولاية تيبازا. تسجيل 118 عملية تهيئة للآبار الارتوازية، 61 منها على مستوى ولاية الجزائر و 54 في ولاية تيبازا، إضافة إلى عمليات متابعة جودة المياه وإصلاح التسربات والتكفل بانشغالات الزبائن. سيال تدعو زبائنها إلى دعمها في حماية المنشآت العمومية التي تضمن تزويد السكان بالماء الشروب. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.